اوكي لا راح نخليه لمده 15 دقيقه. لو احتاجنا ماي ممكن نضيف ماي شوي. أوكي، شوي احنا حنتركهم يدبلوا ويطلعوا المي اللي فيهم إيه؟ لحالهم، وبعد شوي راح اضيف كمان الزبيب. اوكي طب انا مين وايل رح بلش بالسلطه تبعيتي. Alright. هيك بنخلص مع بعض صح سوا. اوكي يلا حاخد طنجره لاسلق فيها الرز. سو هاي سلطه من لبنان ولا لا؟ اختراعي. اختراعك يا سلام، بحب اخترع. حنحط الرز احلى شيء، ححط عليه مي ورح اسلقه، بس مش رح اسلقه ليصير مطبوخ مثل اللي بدنا ناكله. رح اسلقه مثل الباستا صفيه. اوكي يعني نص نص كده. اوكي عرفتي. اوكي هلا مره بعمله هيك ومره بعمله عادي مفلفل، يعني مثل اللي بدك تاكليه بخليه تنشف ميته برجع بقلبه بالشوكه، بس حسيت انه لما بتسلقيه سلق احسن. اوكي اوكي نايس. سو بياخذ له اي ثينك 5 دقائق لينسلق، 7 دقائق هيك شيء. عم بستعمل البسمتي. بسمتي رايس از جود لانه البسمتي ما في كثير نشا قد الرز المصري. اوكي عرفتي رز الحبه الصغيره. فهيدا بيطلع احلى بالسلطه. اوكي كول. وبيسكلي مكوناتها كثير بسيطه. حطيت انا الرمان هون والبندوره التشيري توميتو، فيك تحطي بندوره عادي. أوكي. احط بيتروت شمندر. بيتروت هذا صحي كثير ترى. ايه. هنشيل هول وبلش احضر حط الجبنه وحط الجبنه اخر شيء. أوكي. على سطحها من فوق، بس قبل بدي اعمل الدريسنج يامي اخلطها وحط الجبنه من فوق. اوكي مين وايل انا راح اضيف الزبيب على الطبخه. صفينا الرز. صفينا الرز وغسلته كثير بالمي ليبرد وما يضل عليه نشا ابدا. اوكي شايفه صفيه. ايه. كثير منيح. ها وهلا رح تخلطي كل شيء رح ولا حطه مع انغريديون. انغريديون اوكي. يو سبيك فرنش؟ انا فرنش. تكلمي فرنسي؟ اوكي لاني من لبنان. لبنان بيحكوا كمان فرنسي. طيب هلا للدريسنج حنحط زيت زيتون بكثره كتير كثرة كثرة كتير. هو الدريسنج طيب في زيت زيتون كتير. ايه اكيد. ححط معه دبس رمان.